صباح الخير وسلام المسيح مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم حلقتنا مميزة جدا لأنه مش بس رح نحكي عن قصص ترفيهية، إنما رح نتطرق لموضوع اجتماعي اللي هو العنف الأسري. لكن بداية خلينا نشوف فيديو وجي اي اف انتشروا على السوشيال ميديا. بهذا الفيديو منشوف الأم عم تضرب البلوش كرمال ابنها يخاف انه تضربه مثله تا ياكل. هذا الفيديو هو مهضوم جدا، كل العالم اخذته بروح حلوه وضحكت وهيك، انه بيحمل للاسف مشاكل عديده رح يواجهها الطفل لما يكبر، يعني بتربي بقلبه العنف وبصير هو بعدين يضرب الطفل الاخر برفقاته بالمدرسه، او حتى بس يكبر يصير شاب ممكن يصير عنده ميل للاجرام، فلازم نوعى كثير منيح. وحتى هيدي الحركات حتى لو مسحه او حتى لو تنجبر طفلنا ياكل، في 100 طريقه غير انه نتصرف بطريقة عنف بوجهه. وخلينا نشوف صورة كمان انتشرت على السوشيال ميديا. هيدي الصورة صار عنا خط خاص للعنف الأسري، بلغوا 1745. هيدا استكمالا لتفعيل تطبيق القانون رقم 293/2014 الخاص بالعنف الأسري، وبالشراكة مع منظمة كفا عنف واستغلال والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. خصصت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الخط الساخن يلي هو رقم 1745 لتلقي شكاوى العنف الأسري. وما ننسى أن العنف الأسري هو ليس فقط عندما يضرب الزوج مرته امرأته، إنما كمان عندما يضرب بنته أو الأخ يضرب أخته، أو حيال نوع من الأشكال أو الابن يضرب بيه أو أمه العجزة. وانتشر مع هاشتاج إذا مهددة ما تترددي، تصل على الرقم 1745، وفيكن تعرفوا تفاصيل أكثر طبعا على صفحة كفا على فيسبوك. وبداية قبل ما ننتقل للمساعدة الاجتماعية ونحكي أكثر عن العنف الأسري، للأسف الأسبوع الماضي برأت محكمة الجنايات بلبنان الشمالي كرم البازي المتهم بقتل زوجته رولا يعقوب بسبب ضربه إلها من 5 سنين. وانطلاقا من هذا الحكم الباطل رح نحكي بالفقرة الأولى من حلقة اليوم عن العنف الأسري مع المساعدة الاجتماعية والصحفية إليان داهر. سلام المسيح إليان. سلام المسيح. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة عنا. مرسي جاي. دايما شاركتينا أفكارك و طموحاتك وكل شيء تتمنيه، يعني الخير ان كان للشباب ولا للمرأة أكيد. ولا للأطفال ولا لأي حدا. إليان، بداية إذا فيك تخبرينا شوي شو صار بقضية المتهم كرم البازي، أو تنقول الضحية رولا يعقوب تما نعطيه كثير أهمية. من 5 سنين المتهم البازي قتل زوجته، ونهارتها في شاهدة فاتت على البيت لعنده وبنتهم، أحدى بناتهم عندهم 5 بنات، خبرتها إنه البابا كتير بيضرب الماما وبيضربنا، وإذا منقول نحن بده يضربنا. وهودي الأخبار كان بوقتها رولا صار بالمستشفى وماتت. على الأساس طلع كذا حكم بس أخلوا سبيله، وعائلته قدمت استئناف، يعني بالقضاء في بعد ما يطلع الحكم فينا نستأنف والآخر نميز. فقدمت استئناف، الحكم بالاستئناف طلع من 5 أو 6 أيام، برأوا لأنه تغيرت. أول شيء الحكي منه دليل، أول شيء هيك قالوا القضاة. ثاني شيء البنت كمان غيرت إفادتها، والبنت يذكر إنه هي هلأ عايشة مع بيا وعمتها، يعني تحت وصايتهم إذا بدك. فقالوا إنه ما وصل هيدا الكلام لمستوى الدليل، مع إنه كمان الجيران سمعوا صريخ رولا كذا مرة. صحيح. ومع إنه هي مش مرة واحدة، والكشف على الجثة بيّن إنه هي متعرضة لتعذيب، وفي عصاية وفي خصل شعار، يعني ما كانت القصة مثلا مرة أو أول مرة، حتى كان في ردود بجسدها. مزبوط. وما أخذوها بعين الاعتبار لأنه هيدي من قبل. مزبوط. يعني حتى ما أخذوا بعين الاعتبار إنه كانت عم تتعرض لعنف جسدي من قبل. صح. هيدا جسدي اللي نحن بنعرفه يمكن كانت عم تتعرض لأشكال أخرى من العنف. صحيح. وأهلها كمان في فترة قالوا إنه مثل كأنه عم بيحضروا إذا بدك فيلم أو
كذبة يوثقوها أنه هي كانت مريضة بشيء معين لهيك ماتت، يعني نعم. أهل الضحية أهل الجاني نعم. فمن المؤسف جدا أنه نحن أكيد مبسوطين أنه في تطور لهالموضوع، عم بيصير في وعي أكتر، في جمعيات، بس بعد ما وصلنا للمطرح اللي منقول أنه العدالة رح تتحقق، بعد ما وصلنا لمطرح المرأة ما تخاف تبلغ، يعني نحن بدنا المرأة إذا تعرضت لشيء تروح تبلغ، بس هي أكيد من وراء كل شيء عم بيصير رح تعطى الهم إنه أنا أوكي بلغت، بس أنا شو يلي بيحميني؟ ما زال ماتت، وكل الإثباتات بتقول إنه هو عم بيعذبها مش مرة، أوكي يمكن مرة بتقطع، يمكن على فورة غضب الواحد بيقطع شيء مشكل أو شيء عنف، بس هيدا شيء متكرر ومستمر وعلى الأولاد كمان، وطلع بريء ومنا أول واحد. وحتى البنت قالت حسب ما حدا خبرنا مبارح انه قالت انه هي شافت بيها حمل عصاية وعم يضرب امها راسها، هيدي بالشهادة الاولى عفوا، انما غيرتها بمحكمة الاستئناف وقالت انه هو لا كسر العصاية على اجره يعني وما ضرب امه فيها، وما اخذوا بعين الاعتبار انه هي هيدي من 5 سنين كان عمرها 11 سنة، هلا هي صارت صبية صار عمرها 16 سنة وعيشة مع عمتها، يعني عمتها معقول إلى 5 سنين بتقلها بيك هيدا، ومعقول واحد نحن بنعمل ترو دو ميموار حتى أكيد. غير انه يمكن انا عتها انه لا انت مغلطة لانه كانت طفلة والطفل بتلقى اي شيء بتقلي له اياه. صحيح، وبيحكى انه في مدام اجت على صوتها وشافته انه اخذها لرولا على المستشفى وبس لحقتهم ترك رولا بالمستشفى وركض على البيت اذا بدك يضبطي باثار الجريمة او يضبط ساحة الجريمة، وكان بوقتها بس اخذها على المستشفى كسر خيره على المستشفى يعني يمكن هذا شيء سخريه يعني 100% وما انتبهي نحن عم نحكي عن رولا بس في كثير غيره، بس لانه طبعا. هلا هي قضيتها طبعا. هي اللي بينت في كثير غيره وفي اشكال عنف يعني صح. ما بيخطر على البال، في مره زلمه حمى سكين وطفى مثل ما بيقولوا بجسم مرته وبلبنان، عم نحكي مش عم نحكي بمطرح بعيد يعني. لا نحن نسمع للاسف اشكال كثيره من العنف الاسري صح. وكل سنه تقريبا عندنا ضحيه امراه اذا مش اكثر، يعني انا ماني كثير متابعه الاحصائيات، الاحصاءات بيقولوا انه بالشهر تقريبا في 8 نسوان بيموتوا من وراء بلبنان من وراء هيك انا عم اقول وحده بالسنه لا 8 نسوان بيموتوا بلبنان من وراء العنف الاسري، ومش دائما بيكون جوزها او بيكون خيها او بيكون بيها طبعا، لانه صح. في بعد عنا نحن هودا الافكار اذا بدك لي وارثينهم من الاجيال السابقه اللي هي الشرف العائله الشرف ويمكن نعم. حبه حدا من غير منطقه او حتى لو ارثجي، بس انه في حال امراه تعرضت للاغتصاب تقتل، ما بيقتلوا الجاني، تقتل هي الضحيه صح. لانه بيعتبروا انه انمس بشرفها مع انه هي مخصه يعني صح. والضحيه مثلا اذا قبل الجاني يتجوزها بيسامحوه صح. يعني كمان في مشكله كثير كبيره بالقوانين، كنا بدنا نحكي عن انواع العنف، في واحد صح. من العنف اسمه العنف القانوني ضد المراه. قبل ما نوصل على القوانين ضويت على فكره كثير مهمه، شيء لافت جدا اللي قام فيه القوى الامن الداخلي يلي هو الرقم يلي بتتصل فيه 1745 في صح. حال بلغتي، انما انا اذا تعرضت لعنف وبلغت وعرف هذا الشخص اني بلغت صح. عنه وما اجى اخذ حقي مزبوط. انا شو رح يجي يصير فيي بعدين؟ يعني في حال ضربت اليوم معقول ان قتل بكره مزبوط. يعني اكيد طبعا هي خطوه لافته جدا أكيد. انما غير مستكمله اذا مزبوط. بدنا نقول غير كافيه نعم. يعني ان شاء الله انه تستتبع بخطوات والقوانين اللي انعملت لحتى تحمي المراه تصير متطوره اكثر شوي اوضح شوي، لانه في مطارح انه هيدا الجاني اللي اغتصبها بيعفوا عنه اذا تجوزها، يعني هي كمان كل جمعيات حقوق المراه كانوا عم بينادوا النقطة انه اذا تجوزها ببطل عامل شيء غلط يعني صح مش صح مش مظبوط. وبدنا نهني كفا يلي عم تقوم دائما بالواجب وعم تشتغل شغل رائع جدا صح. يعني يعطيهم الف عافيه. رح فوت شوي باشكال العنف الاسري. اول شيء هو قلنا غير موجه فقط للمراه او للبنت، ممكن يكون كمان نحن هلا عم نحكي عن المراه لانه هي الضعيفه في مجتمعنا صحيح. انه ممكن كمان يكون شاب عم يتعرض مزبوط. لعنف من قبل بيه او خاله صح. او اي نوع اخر، اذا فيك شوي تشرحي لنا عن العنف هلا الاسري. هلا العنف الاسري اذا بدك 3 اجزاء اللي هو على الاولاد، اول وحده من الاهل،
في اهل معينين بيلجأوا للضرب اذا بدك. هلا هالمدام اللي حضرناها بالسيجمنت اوكي هي ما بدها تضربه، يعني هي فكرت انه انا عم بعمل شيء منيح، انا ما راح اضربه بس راح فسر له انه اذا ما اكل راح اضربه. هي خلقت له مشاكل نفسيه ثانيه، بس انه اذا بدك اول خطوه انه خففت العنف، هي اول نقطه. بس هي الفكره انه عم تخلق جواته عنف، صح. يعني هي يعني بكره هو بيلقط كمان العصا وبيضرب البلش وقاعد زهقان لانه بقول ماما عملت هيك، لانه بكون مثاله الاعلى هي من اهله، بعتبر انه هذا الشيء عادي طبيعي. صح صح، انا ما بعطيها حق بس عم اقول لك افضل من انه تكون نحن يمكن عم تضربه له. بالسنين اللي قبل كان الولد ينضرب تياكل، يعني مش انه هي وصلت له فكره انه انا فيني اضربك تتاكل. تاني بارت هو العنف ضد المرأة، ضد الشريك. هلا المرأة اذا بدك اكثر بكثير من الرجل، يعني حالات الرجل نلاقي امرأة معنفة رجل، مزبوط. هي كونها الامرأة الكائن اذا بدك مش رح اقول ضعيف قد ما رح اقول العاطفة، يعني اللي قادر يكون كله مشاعر اكثر من الزلمة، لانه صورة الزلمة هو القاسي اذا بدك او الجامد او بس انما المرأة مش قصة عاطفية، هي ضعيفة بمجتمعنا، هي ما بتقدر قليلة تلاقي مرأة واقفة بوجه زوجها يلي عم بعنفها او اخذي حقها او يمكن تفل من بيتها. دايما بتخاف من الحكي، دايما بتخاف من المجتمع، دايما في مثل تابو عليها، وحتى هي بينها وبين حالها بكون عندها ضعف، تقول انا بلاش شو بدي اعمل. مزبوط. يعني في مثل بيقول الرجال فحمة لو فحمة رحمة. مزبوط. هودي كلهم بمجتمعنا، انا كنت عم بحكي عن جنرال انه المرأة هي الكائن العاطفي، معك حق بمجتمعنا هي عن جد كائن ضعيف، وعن جد كان اذا بدك ما بيقول ما له اعتبار بس تقريبا ما له اعتبار، ما زال بتموت وبيطلع لي قتلها براءة بعد 5 سنين ومع كل الأدلة وكل الشهود اذا بدك. الثالث عنف، ثالث نوع من العنف هو العنف تجاه، هو كتير مؤسف، تجاه المسنين. يعني اذا بدك بيوصلوا الاهل لمطرح انه هن صاروا اختيارية، هن ما بقى فيهم يقوموا بحالهم، منلاقي انه في تعنيف مش ضروري يكون جسدي، ممكن يكون لفظي، ممكن يكون هودي اسوأ يمكن من الجسدي، صحيح. او ممكن يكون عزل، يعني منحطه بمحل، هذا كمان اسمه عنف، وعنف اسري، وهذا البي او الام يلي تعبوا وضحوا كل هودي السنين مش مقبول يكون اخر فترة من حياتهم. صح. في شباب بيقولوا انه هن ازيونا كتير نحن وصغار، عم نرد لهم اياها. ما في اوكي، في كثير كايات انا مش عم دافع عنهم، بس عم باخذ دور العاطل اذا بدك. مش مشكل، اكيد في اهل اذا بدك في مطرح معين، ظروف معينه ادت انه ياذوا اولادهم، يمكن بالكلام، يمكن عنف جسدي، يمكن عنف لفظي، يمكن كثير اشياء، وانا ما بقولها ومش موجودين، بس ان جنرال الفكره العامه هذا البي والام يلي قعدوا وضحوا طي يكبروا الاولاد، ما بنعرف يعني اوقات الام والبي بخبوا عن اولادهم قديش هن تعبانين او قديش متضايقين لحتى يوصلون لمرحله حالة معينة او يجيبوا لهم شيء معين او يحطوهم بمدرسة معينة. يعني في اذا بدك شيء بالاهل هني ما بيقولوا انه نحن تعبنا كرمالكم او كذا، الاولاد شو بيبين عندهم؟ بس هيدا البارت يلي بيتمسكوا فيه بمطرح معين وبيعتبروه ذريعة انه ايه ما انتم عذبتونا نحن وصغار، هو انفات بده ياخذ الصورة كلها. صح. وما في اهل ما بيحبوا اولادهم، ما في اهل ما بيضحوا كرمال اولاد، اكيد في كايات، برجع بقول لك في مرض نفسي، في كثير اشياء اكيد. انا هون بدي اظهر شوي من العنف الاسري لانه عم نحكي شوي عن الاهل. بدي بس وصل مساج انه لكل الشباب اللي بحطوا اهاليهم بالدار العجزه، ان كان لاسباب ماديه او لاسباب بقلب البيت، مثلا الشاب انه قدر يترك اهله امه او بيه معه من ورا مرته، او العكس تماما. صح. يعني المراه ما قادره تترك امه وبيها، لازم يعرفوا انه هذا الشيء كثير غلط. يعني هيدا اكثر شيء المسن بحاجه له باخر عمره هو عاطفه اولاده، وجود اولاده. يعني هنا عم بحسسوه انه ما بهمهم، ما بيعني لهم، وانت كان ما حدا نكره. صح. بحياتنا، وهو لازم يكونوا الاهل الاساس. صح. ولازم نحن نقدرهم ونحترمهم، ولانه يعني هن قديش اهتموا فينا صغار، لازم نحن لانه نرد لهم الجميل، نهتم فيهم باخر ايامهم. يعني هن اللي تعبوا، وتخيلي يعني انتبهي ما حدا بيعرف قديش الاهل بيتعبوا تيصير اهل، قد ما تسمعي حكي نحن وشباب وصغار يقولوا لنا بكره بس تكبروا بتعرفوا قديش اهلكم تعبوا، كنا نضحك بقلبنا، بس لما صرنا اهل شفنا قديش الام والبي بحطوا من قلبهم كل يوم لحتى يوصلوا اولادهم لمرحله معينه، عن جد يعني ما ممكن تتخيلي انه هيدا البي يلي تعب كرمالي وانا هلا
عم بتعب كرمال ولادي، ما اقول بلحظه معينه انه خليه يكون بعيد عني، مش رح اقول حطه بمأوى او كذا. يعني هيدا اللحظه مثل ما انت قلت اخر فتره هي اهم فتره بعمر المسن، وبده حضور، بده ناس يكونوا حواليه يحسسوه بهالعاطفه اللي هو بشوف احفاده وينبسط وياهم، يعني لما يحس بفرح بحس انه تعب ولاقه. وقد ما يغلطوا يعني كل انسان ما حدا معصوم عن الخطا، يعني حتى الاهل بغلطوا ايام بحق الاولاد، يمكن بيعملوا شيء صغير بيأذي الولد بيحملها كل العمر. مزبوط. بس انه بالنتيجه هو اهله وكل شيء بيتصرفوه بفكروا هن برايهم لمصلحته الشخصيه وليساعدوه يدعموه، وثلاث ارباع الوقت تما نقول 90% بيكون معهم حق الاهل. صح. يعني معظم الوقت بتكون يمكن طريقتهم فيها تكون افضل شوي. صح. بس معظم الوقت مثل ما انت قلت هن معهم حق، بس يمكن ما عرفوا يعبروا، يمكن ما عرفوا يوصلوا المساج. صح. يمكن هن اصلا هيك كبروا، يعني ما كمان ما من جيل لجيل في اشياء عم تتغير، بس ما هو ما في يطلع من هو كيف تربى الانسان. صح. يعني هون بدنا ما كتير بعدنا شوي عن الموضوع، نرجع نركز على المرأة. يعني احنا حكينا ان جنرال بدنا نفوت بالمرأة. يقال انه القلة المشاكل المادية بتخلق مشاكل وعنف بقلب البيت، هل هيدا الشيء صحيح؟ هلا اكيد هيدا الشيء كتير صحيح، لانه بس يكون في مشكلة مادية بالبيت في ضغوطات نفسية بتصير على الشريكين. هلأ الشريك القوي إذا بدك يلي هو الزلمة عنده تنداس يطلع هودي الضغوطات النفسية بالصريخ أكثر من المرأة وبالعنف الجسدي، وهي المشكلة بتوقع إذا بدك أول كف، اللي هو أول كف إذا بيمرق على سلامة بجر وراه كل البقوة، بينما إذا أول كف كان في حدا يوقف ضده بحس انه لا انا عندي رادع، انا ما فيني كفي، انا في شيء يمكن يصير يقصصني او يعقبني او كذا. فهمت علي؟ بس في عالم يعني هي يمكن كمان ترجع للشخص. هلا رح نفوت شوي اكثر بالنفسيه تبع الشخص. صح. وبالمربى والثقافه والاجتماعي. صح. وهيك يمكن هو لانه اصلا عنده مشكله عم يعمل رده فعل عنف. مزبوط. يعني مش احنا ما بدنا نقول انه كل عندهم مشاكل ماديه، ثلاث ارباع البلد عنده مشاكل ماديه، يعني الرجل مزبوط. يضرب مرته على الطالع والنازل. بس صح. لا بس عم نحكي انه نحن هو اذا عنده تندنس انه يضرب حدا. مزبوط. هلا انتبه مثل ما قلنا قبل شوي كل انسان حمل معه ثقافته وتربيته من وقتها خلق، حملهم معه حتى باللاوعي اذا بدك. صح. وبدي فوت بفكره العنف هيك اذا بدك مقتضبه. فرويد وماركس هولي علماء الفلسفة عندهم نظرة مختلفة عن الإنسان والعنف. ماركس بيقول إنه الإنسان أصلاً كان منيح بس النظام الاجتماعي بيخليه يصير عنيف لأنه مش قادر يوصل للعدالة والمساواة، بينما فرويد بيقول اطلعوا حولنا كل شيء حولنا في عنف ودمار. وطب ما هو من وين إجوا؟ هو إجوا من الإنسان. It means الإنسان عنده تندانس، عنده باللاوعي تبعه إذا بدك عنف نايم، ممكن يصير اشياء تساعده ليفيق او ليوعى منها. ممكن تكون ضغوطات الاقتصاديه، ضغوطات اجتماعيه، ممكن يكون هو وصغير تعرض لكثير اشياء. بس هذه كمان يعني المراه عندها، يعني كل انسان مش مهم ذكر او انثى. صحيح. لنقول كل شخص عنده بقلبه مثل غضب داخلي. مزبوط. بده يطلعه. مزبوط. بس في 100 طريقه انه يطلعوها غير العنف. نحن طبعا ما عم نبرر انه هو في شيء نايم بده يوعى. لا ما عم نبرر، بس عم نقول انه الرجال عنده تندنس يعبر عن مشاعره بهالشكل، بينما المراه بتبكي يمكن اذا بكيت هي بتحس انه طلعت هذا الغضب من جواتها، بينما الزلمه مش رح يبكي تيطلع الغضب. صح. من جواته بيلجأ. هيدي بدي اتشك بس هيدي غلط كثير كبير. أكيد. يعني بكون الولد صغير بقول له ما تبكي، الرجال ما بيبكي. هيدا اكبر خطا بنعلم عليه اولادنا بالاخص الشباب الاولاد الذكور انه ما يبكوا، البكي ضعف وهو العكس تماما. هو تعبير عن المشاعر. لحظه يمكن واحد بيبكي لانه انبسط، يعني هي البكي نحن اخذينا انه بيبكي زعلان. اوقات يمكن بيتلاقى بشخص له زمان ما تلاقى فيه بيبكي بدموع فرح. صح. يعني هي البكي تعبير مثل الضحك مثل الحكي مثل كل شيء ثاني. هلا المشكله انه نحن عندنا المراه بلبنان مستضعفه، يعني حتى كل شيء قوانين عم تطلع اذا بدك ناقصه او مش كتير واضحه او بتحمل جدل، يعني ممكن يناقشوك فيها ويقولوا لك ممكن يلاقوا ثغرات كمان قانونيه يقدروا يخرقوها. صح. بكفيكي قديش عم يتاخذ اولاد من امهاتهم بحكم انه الطلاق والقانون بيجيز انه البي هلا يحتفظ بالاولاد، ويمكن الاولاد ما بدهم كمان. هيدي القضيه من يومين طلعت على السوشيال ميديا كمان. صح. عمره ابنه يمكن 5 سنين،
اسمها ريتا شقير صح؟ بدهم يحبسوها 3 شهور لانه ما قنعت ابنها انه هو لازم يروح عند بيو، مع انه بس اجوا الدرك تاخذوه قالت له يلا روح، هو ما قبل، يعني ابنها رافض فكره انه يروح يعيش مع بيو، وبده يعيش معه، وفي كثير اسباب اكيد وفي كثير خلفيات، بس انه هالمره هالام بدها تنحرم من ابنها لانه ابنها بحكم معين بطل عمره 2 لانه هنا اكثر من 2 لازم يكون صار الصبي. هون كمان للاسف بدنا نوضح شغله انه الاطفال وبالمحكمه نحن ما عندنا محكمه مدنيه بتهتم بهذا الموضوع، نحن بنرجع يا للكنيسه يا للشريعه الاسلاميه، يعني ان كان سنه او شيعه او درزيه، كل حدا محكمه روحيه، كل حدا عنده قانون خاص، قانون معين صحيح، فما عندنا محكمه مدنيه تهتم بهذا الشؤون. يمكن هذا الشيء لازم نطالب فيه انه عند الطلاق تكون مساواه على الكل، صح، تكون يطلع بقانون موحد وتندرس القضيه صح، مش انه خلص صار عمره فوق 2 او فوق 7 يلا بروح عند بيو، لا، لانه في قصص يمكن هو بيو منه منيح او العكس تماما، يمكن يكون قبل 2 مع امه وامه ما بالها فيه مثلا، يصير عنده كمان عقد لازم يكون مع بيو. حتى نحن انا مره قريت كمان للاسف بالمحكمه الروحيه انه في حال تم الطلاق والاب صابوا شيء، حتى الولد بروح عند اهل الاب وليس عند الام. مزبوط. يعني لهالدرجه الام مستضعفه ومظلومه، يعني بالمجتمع عم تنحرم من ولادها 100%. هلا اذا بنشوف قديش هودي الاشياء عم بتصير بنفهم يمكن ليش عم يطلع عنا هالاجيال، مش رح اقول بلا احساس بس رح اقول احساس كثير قليل. بالنهايه الولد من مين بده ياخذ عاطفته؟ بده ياخذها من امه، اكيد البي عنده عاطفه كثير كبيره بس ما بيعبر عنها، يعني هي اذا بدك العاطفه كلها رح ياخذها من امه، فكيف اذا انحرم منها عن عمر صغير؟ يعني هذا العمر 7 او اوقات اصغر، او حتى البنت بيقولوا لك انه صار عمرها 9 لا هلا بتروح عند بيها، وتكون هي امس الحاجه لاما بهذه الفتره اللي هي عم تنتقل من طفله لتصير مراهقه. صح. اذا بدك يعني في حنان في جيل احساسه متدني، وحتى هون كمان لازم نرجع رساله لكل 2 عم بتم الطلاق بغض النظر اذا الطلاق هو خطيئه او لا، بس انه عم بيصير للاسف لازم يشتغلوا الانفصال، لازم يشتغلوا انه 2 يكونوا قراب من الاولاد، يعني ما يكون في حقد، ما يكون في كره، ما يربوا اولادهم على كره الاخر. اذا البنت كرهت بيها، كنا عم نحكي امبارح، رح تروح تنبش عليه برجال اخرين بحيالها رجال، والعكس تماما، يعني مزبوط. اذا الشاب كره امه او بيه كمان رح يصير عنده مشاكل، ممكن يوصل لمشاكل نفسيه كثير كبيره. صحيح. فمن هيك لازم الاهل دائما يشتغلوا انه يكونوا حد اولادهم، يتقاسموا الوقت، مزبوط. يكونوا فريندلي مع بعض، مزبوط. حتى لو ما نجحت علاقتهم، هيدا ما بيعني الاولاد ما خصهم باللي عم بيصير. هن الاولاد اكثر شيء عم يدفعوا ثمن، واذا بدك نتطرق لفكره انه نحن هي المشكله، لانه نحن بهالبلد بلبنان، ببلاد برا برجع بقول نحن ضد الطلاق مثل ما انت قلتي، بس ببلاد برا اذا ما مشي الحال بينفصلوا. هون المراه اذا اكلت قتله بتقول انا اذا تركته لجوزي ممكن ياخذوا مني اولادي، منشان هيك خليني اكل قتله وضلني ساكته وضلني حد اولادي احسن ما خاطر انحرم من اولادي. بينما ببلاد برا حتى في امات بضحوا اكثر، بقولوا انا ما بدي احرم اولادي من بيهم، مزبوط. في حال طلع عارفه انه الحق رح يكون معها، يعني صح. في عنا امات بضحوا للماكسيموم، بتقول انا بدي ضل اولادي عايشين بجو عائله ليكونوا. هلا انتبه، هي من ميله معها بس من ميله ثانيه هذا الولد مزبوط عايش وامه وبيه حده، بس عنده مشاكل نفسيه ما تتخيلي قديش، اذا كل يوم بشوف بيه عم يضرب امه او كل يوم عم بيعيش على صريخ. يعني هي اوكي موجود بعائله بس هالعائله مش مزبوطه، يعني هي مش صوره. صح. العائله اللي مش لازم يكبر عليها 100%. صح. هون رح ننتقل على شوي ثقافه، ليش الرجل عم نركز على الرجل، بقولوا بضلهم مقوسين بنور جديد على الرجال. بس ليش الرجل بتربى عنده أكثر العنف من المرأة؟ وليش يعني بالثقافة بكون، يعني مثلا أنا وخيي افترضنا عايشين بذات المجتمع وذات الثقافة، خيي بيطلع عنده تندانس على العنف أكثر مني. صح. لانه من هن وصغار الصبيان، واذا بدك الجيل اللي ورا، مش رح نحكي نحن يمكن افضل تحصلنا، البنت بيعتبروها بحسوها ناقصه، بيعتبروها انه لا مش هي اللي بده يكفي العائله، مش هي كذا، يعني بتخلق بيقولوا لها انت بنته لاكس، مش انت جين، انت بنت فلان او بنت ابنه لفلان، بس تكبري شوي بتصيري انت اخته لفلان، انت مش موجوده الا مع هذا الفلان. صح. اللي حاطك اللي هو زلمه، وبتكبري بعد بتصيري مرته لفلان،
بعدين أمه لف. هون بدنا نشير لمقال كتبتي رائع جدا. ميرسي. تحت عنوان كمان شو كان العنوان إذا بتحب تذكر المشاهدين؟ لاريتا. لاريتا يلي هربت هلأ حملت ابنها وهربت. نعم. كتبت لها أنه حسنا فعلتي وإياك والعودة، لأنه مش مقبول أبدا أم تنحبس 3 أشهر أو نهار حتى، لأنه ما قبلت تتخلى عن ابنها ومش هي حرضته، هو ما بده يروح، يعني أنا بده يضل مع أمه الولد. حتى لو حرضته هي حقها كأم، هي حقها يضل معها. كمان حلو الأم يكون عندها شوية أنانية، مش أنه أوكي يلا روح ما نسألين عنك. صح. لا ما هيدي أم بالنتيجة، لازم تفهمها. مزبوط. وبهذا الكا كمان لأنه أنا قريته واستفسرت عنه، البي مصر أنه ياخده هو من التاني للجمعة، هو البي بيشتغل ببيروت، هن بالضيعة من الجنوب، دونك رح يترك الصبي كل الجمعة مع بيت أهله، يعني الأم مش رح تشوفه، إذا رح يخليها تشوفه رح يكون بالويك أند مقسوم بينه وبينها لأنه هو كمان ما شافه. كانت هي طالبة منه أنه ترك لي إياه بنص الجمعة وأنت تعب بالويك أند سبت وأحد خده، بس ما قبل يمضي على تعهد خطي، يعني فضل يضل الشيء لفظي وتفاقمت الأمور. تعرفي بلبنان ما بتزبط الأمور إلا طبعاً. صح. الا بالمشاكل. صح. لانه بيجيكي عنا تكبير راس كثير محسوبيات. صح. والقاضي ما بيجي لانه حدا ضغط. صح. عليه من برا للاسف. يعني كنت عم بقول امبارح انه هلا رح المشاهدين رح يضحكوا، بس انه في السياسه معقول تؤدي للعنف. احنا ما قصدنا طبعا السياسه الخلاف. صح. بين فلان وفلان. أكيد. ما بدنا نسمي هلا على الهوا، انما اذا فينا نوضح اكثر ما هي السياسه يلي بتخلف اثنين بين بعض. مظبوط. الجيل يلي اكبر منا اذا بدك بش 20 سنه هن الجيل يلي فتحوا عيونهم على العنف، يعني انت اذا كل يوم عم تشوف شغله لو ما اعتبرها غلط ما انت ربيت عليها. صح. يعني فتحوا عيونهم، فيها في قواص، في دمار، في تفجير، هن صار العنف موجود فيهم، يعني قد ايه بده يكون قوي تيقاوم هيدي الفكره وما يخليها تصير جزء منه. لهيك بتشوفي باللي عمرهم يعني اكبر منها ب 20 سنه وما فوق، بتحسي انه التندانس للعنف اسرع منا لانه كبروا على هيدا الفكره. من هيك السياسه وخاصه بلبنان والحروب كلها اللي مرقت، وبعد ما ارتحنا يعني مش انه خلصت الحرب وراقوا الاوضاع، يعني بنخلص من السياسه بنرجع على الاقتصاد مثل ما انت قلت. صح. كله على بعض بيساهم انه يخلق ضغط نفسي عند الشخص ويطلع اذا بدك الجانب المظلم منه. صحيح. اللي هو يمكن تركه اندر كنترول بس توصل سبب معين هو الشيء اللي بيصدم. مثلا بنشوف رجل بيضرب مرته بكون هو ربيان بجو بي بيضرب امه. مزبوط. الولد هو صغير بصير يكره بيه لانه عم يضرب امه. مزبوط. انما بس يكبر بصير بيشبهه لانه ربيت فيه. صح. ربيت باللاوعي تبعه اخذها كله. انما بنصدم انا لما نشوف شاب بيه ولا مره ضارب امه ولا مره معنف امه ولا مره حكي كلمه بشعه على امه قدامه، يمكن طبعا يصير في خلاف هو هيك لازم دائما يصير يعني على جنب. صحيح. 100%. بنلاقي هو يا عم بيحكي كلام كبير لامه او لمرته بعدين عم يضرب مرته ويوجه لها كلام قاسي. ليش بفكرك هذا الشاب مع انه ربي بجو كثير منيح اوصل لهيدي المرحله؟ هلا هيدا الشاب يمكن نحن الجيل اللي صاعد عم يتغنج زياده عن اللزوم اذا بدك، يعني هي اول كلمه تنقال للام حيلا شيء شو ما كانت خارجه عن الخط لازم يتوقف عند حده، لانه هي من كلمه او اذا قال لها خلص او انت ما بتعرفي بكره بيقول لها انت ما بتفهمي، بكره بيقول لها انت شو خصك، يعني هي اول مسحه يمكن هو قصده يمزح، يعرف انه في حدود، انا هيدا امي بدي احترمها، كيف البابا عم يحترمها انا بدي احترمها. صح. ومنها بدي احترم مرتي وبدي احترم اختي بدي احترم كل البنات. هون لانه وصلنا شوي على اخر الحلقه. اخر الفقره مش اخر الحلقه. بدي احكي شوي على لانه حكيتي عن الكلمه، يعني العالم لازم يعرفوا انه العنف ليس فقط جسدي. صحيح. معقول يكون معنوي لما تدمر الشخص، انت مثلا ما رح تنجح، انت عاطل. صح. انت كذا. صح. وكمان هنالك العنف اللفظي. صحيح. يلي هو بتتوجه بكلمات نابيه للشخص الثاني. مزبوط. في عنا غير العنف الجسدي عنف النفسي واللفظي، هودي بياثروا اذا بدك مش جسديا بس بيعلقوا بيخلوا كل التصرفات اللاحقه تكون متأثرة بهالكلمة، يمكن تحطمي له شخصيته مثل ما انت قلتي، يمكن المرة بتحس حالها مستضعفة أكتر، بتأدي عندها للكآبة، بتأدي عندها
سيجاره يمكن لادمان، يمكن بتقول مين انا يعني بعدين. صح. اذا وصلت لمرحله اذا افترضنا خي عم بعنف معنويا او لفظيا او بي او حدا بالبيت، بس تتجوز بتصير بعد اضعف بكثير وبتفكر انه انا ضعيفه انا مين، وحتى بتفكر انه انا مين بده يقف حدي. في عنف اقتصادي كمان يلي يعني بيقول انه بس نحرم المراه انه تتعلم انه تشتغل، يعني تكون مستقله تكون قادره هي تقوم بحالها مثل ما بيقولوا، هذا كمان انت عم تحطميها اكثر اذا بدك، يعني هي داخله بالدو كاتيجوري انه هي ما فيها تعمل شيء. طب انا اذا تركته مين بده يهتم فينا؟ صح. مين بده يطعمينا اذا هو قرر ما يدفع؟ يعني ما عندها بلان بي. صح. يعني خطه ثانيه اذا اهلها ما دعموها كمان، يعني في مشكله. صح. انه نحن بمجتمع انه لا الاهل بيعتبروا انه هي فضيحه اذا بدك انه تطلق. صح. البنت، بينما بيقولوا لانه روقي وما عليه وهد الوضع وكذا، وهذا شيء يمكن منيح يوصل للاخر وفاته، لانه للاسف شفنا كذا حاله هيك. صح. الاهل تروح عند اهلها ترجع تجي على بيت اهلها يقولوا لها لا. مزبوط. بلا فضيحه بلا جرسه. صح. بلا كذا، وبالاخر للاسف تقتل وتصبح ضحيه. يعني بكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب للاسف. يعني مزبوط. يعني حتى شفنا امراه انتحرت، هيدي طبعا بعد مش اكيد بعد التحقيق اخذ مجرى. صح. وبعده ليس السبب معروف ليش انتحرت، كله يقال انها كانت سعيده بحياتها، لكن بعض من اصدقائها قالوا انه حياتها الزوجيه لم تكن جيده. بس هيدي الصوره اللي يمكن كانت عم تفرجيها انه انا يمكن مبسوطه، وهالاساس اتاخذت انه لا مش معقول تكون انتحرت او مش معقول تكون قتلها لانه هن مبسوطين. صح. بس انه هيدي الصوره اللي بتبين اللي كنا عم نحكي عنها هذيك، لانه ما حكيت. مزبوط. يمكن هو ما قتلها، انما يمكن تعرض لاي نوع من العنف، يمكن نفسي يمكن معنوي. مزبوط. يمكن كان عم بخونها قدامها، ما حدا بيعرف شو كان في اخبار، لانه ما حدا بيعرف البيت الثاني شو فيه. بس لازم نخبر، ما لازم. مزبوط. نسكت، بالاخص لشخص ثاني يكون نوثق فيه صديق، وفي كثير عالم نقدر نوثق فيها ونشاركهم مشاعرنا. مزبوط. ومشاكلنا يعني. مزبوط. وطبعا اذا تفاقمت الامور نلجأ نروح للقضاء. صح. طبعا ان شاء الله القضاء اذا بدك ياخذ حق النساء اكثر من ما كان عم يعمل قبل. بدي اشير انه القضيه اخر وحده تبع رولا. نعم. كان في 3 قضاة، في قادر اللي هو رئيس المحكمه ما قبل بالتبرئه. نعم. بس لانه بياخذوا على العدد، يعني في 2 قاضيين قالوا انه بريء، الثالث ما فيه لوحده مع انه رئيس المحكمه. صحيح. يعني للاسف انه في قضاه اذا بدك عم يفهموا الامور، عم يفهموا الصوره. يمكن المراه تحس انه انا اذا لجأت للقضاء ممكن عندي امل، بس اذا رح تضل القصه هيك رح تقول رح تضل القصه لها ضغوطات سياسيه. مزبوط. وخارجيه. صح. ما رح نوصل لمحل، وهذا بيعرف حدا. طب ليش المرأة ما عندها محسوبيات؟ دائما بدها تاخذ حقها بإيدها، يعني بلا بلا دعم خارجي ابدا. للاسف. مثل العاده هو الموضوع طبعا كثير كبير وفي كثير قصص نحكيها، ونحن رحنا شمال ويمين وهيك، بس في كثير مساجات لازم نوصلها. مزبوط. يعني بس ما بقى في وقت مثل العاده. بدنا نسحب خبز اليوم لنشوف الله شو حابب يقلنا. بل أكون الآن وفي كل حين جريئا في العمل بكل كياني لمجد المسيح، سواء عشت أو مت. شو بتعني لك هيدا الآية؟ هاي الآية بتعني أنه المهم كن راضي يسوع المسيح بكل شيء عم بعمله، ما بهم شو النتيجة اللي رح أوصل لها، المهم أنا عادي كن عم بعملها. يعني لو بدي أوصل للموت، المهم يلي عم بعمله كون يسوع راضي عنه. هل برأيك اللي كانت عم تعمله رولا يسوع راضي عنه وأدى لموتها؟ هيدا عطيها كتير. ما فينا نعرف بالضبط بالبيت شو كان عم بيصير، بس اللي فينا نقوله انه لازم نقول الحق. يعني لازم كل شخص عم يتعرض لعنف يصرخ، يقوله، يخبر حدا، يلجأ لحدا، لو بده يؤدي هذا الشيء لوفاته، لأنه المهم الحقيقة. صح. أنا الطريق والحقيقة والحياة. صح. أنا بدي أتشكر وجودك معنا. مرسلتين. وإن شاء الله رولا بتاخد كل حقها، كامل حقها، تتكون مستريحة مثل ما بيقولوا رولا وغيرها أكيد، وتكون مطمنة بالها على أولادها كمان. صحيح. إنه ما رح يربوا بهذا الجو، بناتها بالأخص، إنه البنات معقول يتعرضوا لعنف. صحيح. وختاما أنا بقول لك كل مرة إنه هي قادرة تاخد حقها، المهم إنها توقف وتحكي وما تضل ساكتة على مشاكلها. بريك سريع ومنرجع.